أكيد الرواية لها دور في تشكيل وعي الإنسان، وعي المواطن، وعي العضو بالمجتمع، لا شك، بس أنه دور محدود. يعني أنه الرواية دائماً أبردد هالتعبير ليست فرقة صدم، يعني أنه ستغير العالم، الدورة ودورة محدود. يعني يمكن الرصيف بمدينة له دور بتشكيل الوعي أكثر من الرواية، لأنه الرصيف بمدينة اللي بيكون رصيف سهل، رصيف مرتب، يعني في مؤسسة عم تهتم فيه، يعني أنت مواطن، يعني الشخص البلدي اللي عم تهتم فيه منتخب فعلا، يعني في ديمقراطية فعلية. فبالتالي هذا بشكل وعي، بشكل وعيك يمكن أكثر من الرواية. شكل الهاتف بشكل وعي، شكل السيارة بتشكل وعي الإنسان اليوم أكثر من الرواية. شفت ملايين الناس اللي كل يوم بيمسكوه، وهؤلاء مهندسين كبار عاملين ومخططين وشايفين فبهالمعنى أكيد الرواية لها دور في تشكيل وعي الإنسان، يعني بس إنه واحد ما يعظم الأمور أكثر من هيك. هلا أنا ما رح أتغير التاريخ الرواية، لا شك، أصلا التاريخ ما رح حدا غيره، هو بيغير حاله، لسنا إلا عملاء للتاريخ، هو بيصنع حاله عبرنا للأسف. يعني هلا أنا ليش عم بكتب؟ لأني بكتب بكل بساطة. إنه شو بدي أعمل إذا ما كتبت؟ إنه مش ما عندي رسالة كونية. يعني هلا أنا عندي لما أكون عم بكتب عندي مشكلة شو عم بكتب، يعني أشياء تقنية، يعني إنه كيف بدي ركب شخصيتي، كيف بدي بأي أسلوب، كيف بأي زمن، لمين بدي أتوجه، هيدي مشاكل تقنية بحتة. يعني وأنا لما أكون قاعد عم بكتب ضمن هالمشاكل، تواحد يعرف مين قارئ الرواية وأي نوع من الروايات، هيدا بدها دراسات ما حدا بيعملها. هلا قديش سوق الرواية، مين عمل دراسة؟ لا جامعة عربية عملتها، لا مؤسسة رسمية عملتها، لا مؤسسة خاصة عملتها، كله بنشلح كلامنا شلح، إنه في الرواية بتنقرا ولا الرواية ما بتنقرا. ما في دراسة موضوعية علمية، يعني علمية إحصائية، يعني هالمعنى ما في دراسات هيك يعني حدا قايم فيها مشان نعرف فعلا ما مدى انتشار الرواية. أصلا تأثير الرواية ليس بانتشارها، ما بالضرورة يكون تأثيرها هو بانتشارها، لأنه بالزمان كنت عم بتناقش مع كاتب ألماني عم بقول له شو تأثير مين قري ألف ليلة وليلة، هل قد أثرت بالمثلا بالوعي الألماني؟ قال لي ما المهم الألمان يقروا ألف ليلة وليلة، المهم جوت الشاعر الفيلسوف هو يقرأ ألف ليلة وليلة، عبر جوت لح توصل لدماغ كل ألماني عبر جوت. بهالمعنى انتشار الرواية مش هو المهم بالضرورة، أثرها ربك بيعرف كيف أثرها، ربك بيعرف كيف تنتشر، وين بتوصل، كيف بتأثر بالوعي. هذا باختصار يعني عم نحكي، بس إنه الشيء اللي فينا نعمله إنه مدى عدديا، مدى انتشار الرواية عدديا، مين بيقراها، كم واحدة بيشتريها، وهذه دراسات لازم تعملها، قد تشير إلى تأثيرها، بس التأثير الفعلي والبعيد المدى اللي هو بشكل الوعي، بشكل بعدين الأسس الأخلاقية التي تبنى عليها السياسة، هذا شيء تاني.